مرحبا بكم الجديد في برنامج مقهى الشابندر من على منصة نخيل عراقي. سؤال مهم يطرح نفسه في هذه الأيام في صالة الفكر والفلسفة والاجتماع والسياسة عن الثقافة الدينية المطلوبة في هذا الزمن بعد الاتفاق بأن الدين حاجة ضرورية ولا يمكن أن يتم التخلي عن هذه الحاجة أو الاستغناء عن هذه الحاجة. هل الثقافة الدينية المطلوبة في هذا الوقت هو علم العقائد من توحيد ونبوة وإمامة وغيرها؟ هل الثقافة الدينية المطلوبة في هذا الوقت هي فقه فيما يتعلق بالصلاة وصوم وعبادات ومعاملات؟ هذه ثقافة يمكن أن يحصل عليها الإنسان ببساطة، ولكن هناك ثقافة أعمق هي الدين أو الثقافة الدينية التي من شأنها دعم وتعزيز قيم الأخلاق. شنو قيم الأخلاق؟ الكرم، الأريحية، التسامح، الشهامة، الشجاعة، الحلم، العطاء، الإيثار، هذه يسموها مكارم الأخلاق. الدين يمكن أن يعزز هذه الأخلاق، يمكن أن يعزز هذه القيم، يمكن أن يثبتها في داخل الذات الإنسانية. فإذا نحن نحتاج إلى ثقافة دينية ذات بعد أخلاقي وذات مهمة أخلاقية وليست ذات هوية سياسية بالدرجة الأولى. وشكرا لكم، نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله.